يوم جديد وأمل جديد وأخبار جديدة مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لبداية هذا الأسبوع اليوم الأحد الموافق للعشرين من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت في أولى صفحاتها: وزيرة الصحة: نحن في مرحلة الذروة للوباء، الأرقام ستبقى مرتفعة إذا استمر التراخي من الفئات غير المسؤولة. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: إحباط مخطط إرهابي كبير، تنظيم إرهابي جديد مدعوم من الحرس الثوري خطط لتفجير منشآت وتنفيذ اغتيالات، 5000 متطوع للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الوطن نقرأ: مصرفيون في ندوة الوطن دعم أصحاب القروض وإعلان التفاصيل قريبا، طلبة جامعة البحرين يبدأون العام الدراسي اليوم عن بعد. إلى أبرز ما جاء في صحيفة أخبار الخليج، حيث نشرت أن وزارة الداخلية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي ضخم في مملكة البحرين، تلقى دعماً وتمويلاً من هاربين في إيران وعناصر من الحرس الثوري الإرهابي، إذ كشفت عمليات البحث والتحري عن شروع العناصر الإرهابية بإيران في تشكيل تنظيم إرهابي جديد تحت مسمى سرايا قاسم سليماني، وتم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالهم، وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني. وحول المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة للاحتفاء بمتفوقات من خريجات مرحلة الثانوية العامة، نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا لهالة كمال الدين والذي جاء بعنوان: مبادرة إرشاد واستشراف المستقبل. فإلى المقال. تأتي مبادرة المجلس الأعلى للمرأة التي أطلقها للاحتفاء بمتفوقات من خريجات مرحلة الثانوية العامة في مدارس حكومية مختلفة، لتؤكد أهمية عملية التوجيه والإرشاد لهذه الفئة، وتنمية وعيهن بأنماط ومنهجيات وهيكلية العمل المؤسسي الحكومي والرسمي، وتعزيز مشاركتهن في ابتكار الوسائل الحديثة لهذا النوع من العمل. تأتي هذه المبادرة المبتكرة وهي تستقطب نحو 40 طالبة بعقد ورش عمل تفاعلية عن بعد تتضمن العديد من المحاور، من بينها تعريف الطالبات بالتخصصات الواعدة التي تتزايد الحاجة إليها في سوق العمل وفرص دراستها. لهذا التبرعات عنوان مقال في صحيفة أخبار الخليج للدكتورة وجدان فهد. فإلى سطور هذا المقال. تلجأ الدول إلى تنظيم حملات التبرعات العامة إما لترسيخ روح التضامن الداخلي بين المواطنين والمقيمين في الداخل لمواجهة أزمة أو طارئ، وإما قد تكون التبرعات موجهة إلى الخارج في سياق ممارسة الدبلوماسية الإنسانية والتي تعزز من سمعة الدولة وعلاقاتها مع شعوب وحكومات الدول المستغيثة. مثل هذه الحملات الرسمية بلا شك هي موضع ثقة من الناس، لأنها تكون ذات شفافية من ناحية التنظيم والإفصاح عن قيمة التبرعات ووجهتها. صحيفة الأيام نطالع أن وزيرة الصحة فائقة الصالح كشفت أن الفترة الأخيرة شهدت تهاوناً من بعض الفئات غير الملتزمة، والتي كانت سبباً في ازدياد الإصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة، وضحة أن هذه الفترة توصف بمرحلة الذروة.
بيّنت صحيفة الأيام أن وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل المبارك قال أن محطة السيف لنقل وتوزيع المياه تعد أولى المحطات التابعة للهيئة المزودة بالطاقة الكهربائية النظيفة من ألواح الطاقة الشمسية. لفتت صحيفة الأيام أن سفير مملكة البحرين لدى جمهورية روسيا الاتحادية أحمد السعاتي أكد على أن 120 طالباً بحرينياً لن يتمكنوا من العودة إلى روسيا لاستكمال تعليمهم بسبب قرار السلطات الروسية بعدم السماح للأجانب من دخول الأراضي الروسية على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا. خط الكاتب أحمد زمان مقالاً في صحيفة الأيام والذي جاء بعنوان الحب المتبادل بين خليفة بن سلمان وأهالي المحرق، فإلى المقال. عندما أتجول في قلب سوق المحرق وفي أحيائها المختلفة وأرى الصور الكبيرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، أشعر بالفرح والسرور والزهو. فخليفة بن سلمان بالنسبة لأهالي المحرق ليس مجرد رئيس وزراء فحسب، لكنه عاشق للمحرق ومحب لأهلها، وهم يبادلونه هذا الحب والتقدير منذ سنوات طويلة. زيارات سمو رئيس الوزراء الميدانية للمدن والقرى البحرينية وعلى رأسها مدينة المحرق والتي لا تنقطع طوال العام تأتي للمتابعة الشخصية من سموه للمشاريع التي تقوم بها الحكومة الموقرة في مختلف محافظات المملكة، وسموه كالغيث يحيي الأرض أينما حل. أوضحت صحيفة الوطن أن وزارة الصحة أكدت بأن فيروس كورونا انتشر في صفوف الأطفال بنسبة 30% من الحالات القائمة بسبب المخالطة. نقلت صحيفة الوطن أن مصرفيين أكدوا على وجود اتفاق بين المصارف العاملة في مملكة البحرين على مواصلة تقديم الدعم للعملاء خلال المرحلة المقبلة رغم عدم الكشف عن طبيعة آلية الدعم الجديدة لتأجيل القروض والتمويلات، إلا أنهم أوضحوا أن التفاصيل ستعلن قريبا بعد التفاهم بشكل كامل بين البنوك ومصرف البحرين المركزي. بقلم الكاتب فيصل الشيخ نشر صحيفة الوطن مقالا بعنوان 5040 إصابة في أسبوع، أين المجتمع الواعي؟ فإلى سطور هذا المقال. حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في البحرين خلال أسبوع واحد فقط، نعم رقم مخيف جدا، لأنه لم يسبق لنا طوال الشهور الماضية أن سجل في أسبوع واحد هذا الكم الكبير من الإصابات، الذي تعود أسبابه لتهاون الناس بشأن التباعد الاجتماعي. ثانيهما هو ما تردده بعض الشخصيات في منظمة الصحة العالمية ووسائل الإعلام بأن الفيروس نفسه أخذ يتطور وينتشر مجددا بكثافة، حتى وإن كان السبب الثاني فيه من الصحة الشيء الكبير، أي أن الفيروس دخل مرحلة انتشار ذات موجة عالية، بدليل ما أصاب بعض الدول التي عادت فتح النشاطات المختلفة فيها، أن ذلك يعني أن الناس عليها مسؤولية أكبر بكثير مما سبق. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. بفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.